سأل يقول إنه يلاحظ أثناء الصلاة أو قبل الصلاة على الجنازة أن أهل الميت يقفون عادة في الصف الأول ويأتي الناس يعزيهم قبل الصلاة على الميت، هل هذا مشروع أم لا؟ مسألة التعزية أولا كتأصيل هي من مسائل العادات وليست من مسائل العبادات، وما يرد فيها من أذكار وأدعية نعم هي مشروعة على هذا الوجه، لكنه مثل أذكار الأكل وأذكار الشرب. لم يقل أحد أن الأكل والشرب صار عبادة لمجرد أن فيها أذكار معينة أو أدعية محددة، ولذلك نقول الأصل فيه هو الحل، أي بأي حال وقعت التعزية فهي حسنة لا بأس بها، ولكن لا شك أن هناك مفاسد تنتاب قضية التعزية قبيل الصلاة. الذي أراه أن يكون هذا بعد الصلاة لا قبيل الصلاة، أو أن يكون في المقبرة. نعم يتعذرون أو يعتذرون بأنه إذا ترك التعزية لما بعد الصلاة أن الجنازة ترفع ويذهبون بها إلى السيارة أو إلى المقبرة فلا يتمكن من التعزية، لكن في القلب شيء، هذا الشيء اللي بدأ يظهر عند الناس الآن واتخذوه عادة، يأتون مبكرين إلى الصلاة ثم يصفون كما ذكر الأخ السائل الأقارب ليستقبلوا الناس، هذا غير جيد. يعني يقع هذا الإنسان على وجه الاعتياد، لكنه أن يكون شعار وشعيرة وظاهرة فإن أقل أحكامه هو الكراهة. ونقول لأي شخص إذا لم تستطع أن تعزي بعد الصلاة أو لم تدركهم في المقبرة فالتعزية هي سنة، يكفي أن حضرت ودعوت وأديت الذي عليك والحرج مرفوع في هذا، ثم تتواصل معهم بالهاتف بعد ذلك أنك صليت ولم تتمكن من التعزية ولا من حضور الجنازة، فهذا هو الأفضل. لا أقول بأنه حرام أو أنه بدعة، لأن لا بد للحكم بالبدعة من تحرير المحل أنه مكان للعبادة، جميل. ولكن هنا